ينفقه يا ما الفقه يا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الفقه يمان. في هذه الحلقة وكما هو معتاد سنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة لاحقا إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة يجيب على هذه الأسئلة التي ستضعونها إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد الحاشدي، عضو هيئة علماء اليمن، عضو رابطة علماء المسلمين، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الإيمان. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا بكم، حياكم الله وشهرك كريم وكل عام بخير إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. كبداية يا شيخ، في ثلاث دقائق نريد أن نتحدث عن بعض المخالفات التي يقع فيها الصائم ربما من حيث يعلم أو لا يعلم، ومنها مثلا الإفطار على بعض المضرات مثل الإفطار على البسباس كما يعتاد البعض أو على السجارة ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية قد جاءت بحفظ الضرورات، ومن حفظ الضرورات المحافظة على النفس، والمحافظة على النفس واجب من كل ما يضر بها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. وصار هذا الحديث قاعدة فقهية كلية من القواعد الفقهية الكلية، أن الضرر يزال. والأصل أن كل ما كان ضارا ضرره محضا أو كان ضرره غالبا فإن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريمه والنهي عنه وبدفعه ورفعه. ومن ذلك ما تفضلت به، ما يتعاطاه بعض الناس، بعضهم يعني ربما يفطر على أشياء ضارة مثل البهارات الحارة، البسباس الحار، فهذا يؤذي المعدة وهي خالية. والأصل كما قلنا أن قاعدة الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. ولو قيل بحرمة ذلك، وخصوصا أن بعض الناس قد تكون معدته حساسة ويكون عنده مثلا قروح أو بداية قرحة أو نحو ذلك، فيضره هذا، فمثل هذا قد يتوجه القول بحرمة الإفطار على هذا النوع من البسباس. أما الإفطار والعياذ بالله على السجارة أو الدخان فهذا لا يجوز قطعا حتى في الأوقات العادية. فالمجامع الفقهية ودور الفتوى في كثير من بلدان العالم الإسلامي قد أفتت بحرمة الدخان لضرره الواضح على صحة الإنسان، ولأنه لا فائدة منه يعني، وضرره غالب. والشريعة كما قلنا جاءت بتحريم كل ما كان ضرره محضا أو كان ضرره غالبا. والخمر قد ذكر الله سبحانه وتعالى أن فيها منافع، ولكنه بيّن أن ضررها أكثر من نفعها، ولذلك حرمها. جزاك الله خير شيخ. نستقبل طيب المتصلين الذين بين أيدينا. معنا عز الدين قائد من لحج، تفضل عز الدين. طيب معنا ثابت سعد من ريمة. معنا صالح علي من أين؟ من شبوة. تفضل يا صالح علي. سأل فضيلة الشيخ على حلق اللحية، هل حلق اللحية يجوز أو؟ طيب صالح علي تسأل عن حلق اللحية، يأتيك الجواب. معنا متصل آخر، عبد الغني من أين يا عبد الغني؟ من دمار. من دمار، تفضل يا عبد الغني. طيب كهرباء عندنا طاقة لكن البرنامج الآن يعني ما يدخلش في الليل صح؟ والله يعاد بعد صلاة الفجر يعني الساعة الخامسة. تفضل. أيوة. لديك سؤال؟ لا مش سؤال.
لا، برنامجنا يستقبل الأسئلة والاتصالات التي تتعلق بما يحدث للصائم أو ما يريد أن يستفسر به المؤمن خلال هذه الأيام. إن كان لديك سؤال تفضل. لا بس احنا مش بنشارك في البرنامج ومقابل متصل بهذا الرقم، البرنامج حق لا، هذا البرنامج يأتيكم، البرنامج هذه اليمن يأتيكم في وقت آخر غير هذا الوقت من الساعة 10 مساء. شكرا لك. اتصل آخر. من معنا؟ طيب يا شيخ صالح علي من شبوة كان يسأل عن حكم حلق اللحية. نعم، اللحية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة، من سنن الفطرة إعفاء اللحية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفائها، فقال عليه الصلاة والسلام أوفوا اللحى، في رواية وفروا اللحى، وفي رواية أرخوا اللحى. فتربية اللحية وإطلاق اللحية من سنن الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل الإعفاء واجب أم أنه مستحب، وبالتالي يكون الحلق يعني محرما أو يكون مكروها؟ هناك خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول بأن إعفاء اللحية واجب، وأخذ بإطلاقات الأحاديث التي وردت في الأمر، وأن الأصل في الأمر هو الوجوب، وأيضا تسميتها يعني أنها من خصال الفطرة من سنن الإسلام. ومن يقول بهذا القول بالتالي يقول أن حلقها لا يجوز، وخصوصا استئصالها وحلقها، بل قد جعل بعض العلماء يعني ذلك الأمر من قوادح العدالة. وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر هنا في الحديث للندب والاستحباب، وعليه فيكون الحلق أو الحف يكون مكروها ولا يكون محرما. هذان قولان للعلماء معتبران. جزاكم الله خير. معنا إبراهيم من أبد، تفضل يا إبراهيم. اسمعني من الهاتف يا إبراهيم وضع سؤالك لو سمحت. سؤالي؟ أيوة تفضل. سؤالي ما معنى الصلوات الوسطى؟ والسؤال الثاني، معي سؤال ثاني تغدى الظهر؟ تفضل. السؤال الثاني، هل يجوز الجمع الظهر والعصر من غير تعمد؟ من غير؟ يعني هكذا عادي من غير عذر؟ تعمدا من غير عذر؟ جمع الظهر والعصر، جمع الظهر والعصر من غير عذر؟ يعني كثير من ايوه كثير من الناس عشان القعس يعني جمعوها من الساعة 2 ظهرا اكثر الناس، تسمع. تسمع الجواب إن شاء الله. يلا معنا محمد أحمد من حراز، تفضل يا محمد. أنا أشتي أسأل. اتفضل الشيخ معاك. أيوة أنا أشتي أسأل عشان يجوز الصيام بدون سحور. طيب سؤال آخر. شكرا. طيب شكرا لك. معنا متصل. طيب إبراهيم من إب يسأل سؤالين، السؤال الأول ما معنى الصلوات الوسطى؟ ما معنى الصلاة الوسطى؟ الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد اختلف العلماء في المراد بالصلاة الوسطى ما هي، ولكن أرجح الأقوال أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فالراجح أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأكد الله عز وجل عليها بعد أن أمر بالمحافظة على الصلوات جميعا في أوقاتها، أكد على صلاة العصر لأهميتها ومنزلتها ووقتها الشريف. جزاك الله خير. طيب نأخذ ماجد عبد الله من سعودية، تفضل يا ماجد. أيوه. نعم تفضل يا ماجد. مش سؤالي يعني هل يعني يجوز الافطار يعني قبل بعض المؤذنين هنا في صعدة يتأخروا في الاذان، هل يمكن احنا نفطر على اذان صنعاء او لا؟ طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب ان شاء الله. سؤال من معنا؟ عبد الحكيم. عبد الحكيم. ايوه. من اين يا عبد الحكيم؟ من صنعاء. من صنعاء، تفضل يا عبد الحكيم.
سؤالي الأول لدي سؤالي. تفضل. سؤالي الأول، توفيت أمي وعليها شهرا من الصيام. أيوة. وكانت الأول كانت والدة، والثاني كانت مريضة بسبب السرطان ثم توفيت. ماذا يجب علينا نعم؟ عليها شهرين من الصيام، صيام سنتين يعني. أيوة. طيب. طيب تسمع الجواب إن شاء الله عبد الحكيم. معنا نعمان من إب. تفضل يا نعمان. عبد الله من إب. نعمان. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. تفضل. الله وبركاته. عندي سؤال ممكن؟ ايه تفضل الشيخ معك. امرأة شعرت في الدورة قبل اذان المغرب بساعة ولم تلاحظ اثرها او نزول، وبعد صلاة العشاء لاحظت اثرها، فما حكم صومها وهل تعيد صيام هذا اليوم؟ طيب شكرا، جزاك الله خير. طيب نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا. معنا إبراهيم أيضا من إب، كان يسأل هل يجوز جمع الظهر والعصر من غير عذر؟ الله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وجعل أوقاتا للصلوات يجب على المسلم أن يؤديها في تلك الأوقات. والجمع بين الصلاتين وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء لعذر من سفر أو مرض أو مطر أو غير ذلك من الأعذار المعتبرة في الشرع يجوز، أما الجمع بغير عذر فلا يجوز. الجمع بغير عذر ولغير حاجة فلا يجوز أبدا، لأن الله عز وجل أمرنا بأداء الصلاة في أوقاتها. قد يعترض معترض بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر ولا مرض، من غير عذر ولا مرض. فبعضهم يتعلق بهذا الحديث في الجمع لغير عذر ولا مرض، والجواب أن هذا الحديث قد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه من الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء لمخالفته الأحاديث للآيات والأحاديث الصريحة والقطعية في أوقات الصلوات، وبالتالي فقال بعض العلماء بأنه حديث منسوخ، وقال بعضهم بأنه المقصود بالجمع هنا ما سموه جمعا صوريا، ومعنى جمع صوري يعني يكون في الصورة جمع، وأما في الحقيقة فهو توقيت بأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، فما أن ينتهي من أداء صلاة الظهر إلا وقد دخل وقت العصر فيصلي العصر في أول وقتها والظهر في آخر وقت، والظهر في آخر وقت، فيكون جمعا في الصورة ولكنه في الحقيقة توقيت، ولكنه في الحقيقة توقيت. وكذلك الشأن في المغرب والعشاء. ويعني المقصود أنه لم يعمل العلماء بهذا الحديث كما قال الترمذي، وعللوه بهذه العلل. وبعض العلماء، ولعل هذا هو الراجح في حمل هذا الحديث، حملوا هذا الحديث على الجمع بين الصلاتين في الحضر لحاجة لمن لم يتخذه عادة، لحاجة يعني الإنسان أحيانا تعرض له حاجة ليست مرض ولا مطر ولكنها يعني قريبة من ذلك في العذر، فيجمع للحاجة بحيث لا يتخذه عادة. وهذا القول هو الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره من العلماء، فيجوز الجمع للحاجة لمن لم يتخذه عادة. أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع يوم واحد، ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنه ماذا أراد بهذا، لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أراد ألا يحرج أمته. ففي هذا كلام ابن عباس هذا إشارة إلى المراد الذي حمله عليه بعض العلماء، أن المقصود به الجمع للحاجة لمن لم يتخذه عادة، وقطع أن التخزين ليس بحاجة. أما الجمع واتخاذه عادة بين الصلاتين فهذا من شعار الشيعة وليس من شعار أهل السنة، ولم يقل أحد من العلماء من علماء أهل السنة بالجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين لغير عذر ولغير حاجة هو من شعار الشيعة وليس من شعار أهل السنة.
جزاك الله خير. ماجد عبد الله من سعده يسأل: هل يجوز الإفطار قبل الأذان ويفطر على أذان صنعاء؟ لأن في صعدة يؤخرون الأذان إلى أن تشتبك النجوم لفترة أطول ربما. على ماذا يفطر من يريد أن يفطر؟ أنا عشت في صعدة يعني فترة من الزمن، نعم، وكان كثير من المساجد لا يؤذنون إلا بعد أن تشتبك النجوم في السماء، وهذا مذهب الشيعة يعني، وهو أمر مكروه لا شك، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. قرص الشمس عن الأفق، فإذا غاب قرص الشمس عن الأفق وليس عن رؤية الإنسان، لأن الإنسان قد يحجب الرؤية عنه جبل أو عمارة أو كذا، وإنما المقصود غاب عن الأفق، عن أفق المنطقة التي هو فيها، فإذا غاب قرص الشمس فقد أفطر الصائم. بالنسبة للأخ الذي في صعدة يقول هل يجوز أن يفطر مع أذان صنعاء؟ الجواب لا، لأنه وقت صنعاء غير وقت إيش؟ صعدة. يعني وقت صعدة أحيانا يتأخر قليلا عن وقت صنعاء، لكن لا يتأخر بحيث تشتبك النجوم في السماء، ويجوز له الفطر إذا تأكد من غياب قرص الشمس عن أفق محافظة صعدة أو مدينة صعدة أو المكان الذي هو فيه، ولو لم يؤذن المؤذن، لأنه قد علم أن المؤذنين في تلك المنطقة يؤخرون الأذان عن وقته المشروع، فيجوز له أن يفطر ولو قبل الأذان، ولكن بشرط أن يتحقق من غياب الشمس. قد لا يتمكن إذا كان في مدينة من التحقق من أذان من غياب الشمس، لكن هل يجوز له أن يفطر على حسب التقويم الموجود مثلا، أو على خط طول معين مع مدينة معينة كذمار أو نحوها؟ والله هو يعني هذا خط يعني يحتاج إلى أن يكون عالم بالفلك يعني، إذا قلنا له أنا، لكن التقاويم حقيقة ما أرى فيها اختلافا وما أراها دقيقة يعني، لكن الشريعة جاءت بعلامات العبادات وابتداء العبادات أوقاتها وانتهائها بعلامات واضحة. غياب الشمس يعرفها الذي تفضلت به، قد يكون في طلوع الفجر بسبب الأضواء والكذا لا يتحقق من طلوع الفجر، أما غياب الشمس فيعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدبر الليل منها هنا، إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل منها هنا، أي من جهة المشرق، وغربت الشمس، وكلمة وغربت الشمس هو تأكيد لما مضى، لأنه إذا أدبر الليل من جهة المشرق وبدأ خط الأسود يظهر من جهة المشرق، فذلك دليل على غياب الشمس. ويمكن أن يحتاط الإنسان قليلا، يعني يحتاط قليلا دقيقتين ثلاث دقائق للتحقق من الغياب إذا شك. وإذا هناك مساجد أخرى لا تؤخر مثلا وتؤذن الأذان، ما دام المؤذن منضبط بالشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن مؤتمن، فإذا كان المؤذن هذا مؤتمن وموثوق بأنه يتحرى الوقت، فلا يجوز للإنسان أن يفطر قبل أذانه، لابد أن يتقيد بأذان المؤذن. جزاكم الله خير. معنا صبر إبراهيم من صنعاء، نأخذ لن نتركك طويلا في الخط. صبري تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا لي سؤال واحد لو تكرمت. تفضل يا صبري. سؤال الدكتور، الله يقول: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. أنا المعنى اللغوي هنا لم يتضح لي، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أرجو من الشيخ التوضيح وشكرا جزيلا. تسمع الجواب إن شاء الله يا صبري. الأسدي من ذمار، محمد الحاشدي من أين؟ من عمران. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا محمد. ما رأيك في الذي يعمل عادة شديدة في رمضان؟ أنت تسأل عن رأي الشيخ ولا رأي الشرع؟ رأي الشرع. حكم الشرع. حكم الشرع. طيب تسمع الجواب يا محمد. طيب نجيب على الأسئلة التي نستكمل الأسئلة. عبد الحكيم من صنعاء يتحدث على أن أمه توفيت وعليها شهرين من الصيام بسبب مرض السرطان، كيف يعملون؟ ماذا يصنعون لها الآن؟ لم يقول تصور. هو يوم كشهر كان لعذر وشهر الأخير لعذر آخر. نعم. على كل حال
إذا كانت قد أفطرت في رمضان لعذر النفاس أو غيره من الأعذار الشرعية وتمكنت من القضاء ولم تقضي لسبب أو لآخر، فحينئذ ينبغي لأوليائها وأولادها مثلا أن يقضوا عنها وأن يصوموا عنها أما إذا كانت مرضت كما فهمت في الشهر الثاني أنها يعني مرضت واستمر بها المرض حتى توفيت ولم تتمكن من القضاء، فهذه ليس عليها قضاء، وحينئذ تكون يعني إذا علم أنها مريضة مرض لا يرجى برؤه يكون حكمها حكم الشيخ الكبير والعاجز، يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم من أيام التي أفطرته سواء كان شهرا أو أقل يطعم عن كل يوم مسكين، يعني مد من طعام أو نصف صاع من طعام أو صاع من طعام، وهو الأحوط على قول بعض العلماء. جزاكم الله خير. نعمان من إب كان يسأل عن مشاركتي في يعني امرأة يعني تقريبا أتتها الدورة قبل الأذان بساعة ولم تلاحظه إلا بعد العشاء، يعني يقول أنها شعرت بعلاماتها بعد العشاء قبل الأذان لم تشعر، شعرت بـ 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 بها ولكنها لم ترى الدم. فهذه صيامها صحيح ما دام أنها لم ترى الدم إلا بعد غياب الشمس بعد غروب الشمس أو كما قال بعد يعني بعد العشاء وقت العشاء، فصيامها لذلك اليوم صيام صحيح ولا يلزمها قضاءه. يعني تعتمد الرؤية. نعم، العبرة هو بخروج الدم. العبرة في الحيض هو بخروج الدم وليس بالشعور بآلام العادة وكذا. طيب نأخذ عوض مثنى. من أين يا عوض؟ من مارب، تفضل عوض، تفضل عوض، أنت على الهواء، تفضل الشيخ معك، ضع سؤالك لو سمحت. طيب متصل آخر، بازل العماري. أيوة من المحويت. أيوة من الحان، تفضل. مشكين شعرك يا أخي لسا. الشيخ معك، تفضل بسؤالك. كيف؟ عندك سؤال؟ لا المسابقة لا المسابقة ليس هذا وقتها، هذه من الإشكاليات. طيب شيخ بالنسبة لي لصبري إبراهيم من صنعاء أشكلت عليه الآية القرآنية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللذان يأتيانها منكم، يعني أنا لم أفهم ما هو الإشكال عنده. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، لم يفهم هذه هذا المعنى. يعني هو هذه الآية كلها كان منسوخة يعني قبل نزول الحدود، يعني قبل نزول الحد. لهن سبيل البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم والرجم. فالآية هذه التي تفضل بقراءتها منسوخة من حيث الحكم، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني قبل أن ينزل الحد اللي هو الرجم بالنسبة للزاني المحصن والجلد بالنسبة للبكر. وكان المعنى واللذان يأتيان الفاحشة أيضا من الرجال والنساء فيؤذى. نعم جزاكم الله خير. محمد الحاشدي يسأل عن العادة ما تسمى بالعادة السرية في رمضان، هل تفطر؟ طبعا لا يجوز هذا في رمضان ولا في غيره، ولكن لو استعملها الإنسان في نهار رمضان فيفطر بذلك ويجب عليه القضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبل بعض العلماء قد أوجب عليه الكفارة الكبرى التي هي كفارة الجماع مع هذا، وهذا قول معتبر ولكنه قول مرجوح، فالواجب عليه هو التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب العظيم، أنه أفطر في يوم من أيام رمضان التي يجب عليه صيامها وأفطر بشيء محرم، فيجب عليه القضاء والتوبة. جزاك الله خير. محمد الشريف من صنعاء، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لدي سؤال أخي الكريم. أيوة الشيخ معك، تفضل. ما حكم استخدام السواك بالمعجون في رمضان؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل يا شيخ. يسأل عن استخدام السواك في بالمعجون في رمضان. لا بأس بذلك إن شاء الله، ما لا حرج أن يستخدم الإنسان معجون الأسنان وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، لأنه يعني ليس أكلا ولا شربا ولا يصل إلى الحلق. يعني ينبغي للإنسان إذا استعمل معجون الأسنان أن يحتاط أن لا يصل إلى حلقه وأن لا يبتلعه، فإذا لم يحصل شيء من ذلك، لم يحصل الابتلاع، فلا يفطر واستعماله جائز. الحلاوة يا شيخ، حلاوة السواك التي تبقى أو المعجون التي تبقى في الفم أيضا، ابتلاع يعني الريق ونحوه مثلا، وينبغي للإنسان أن إذا استعمل معجون الأسنان أن ينظف فمه من آثارها، يتمضمض يعني يتمضمض وتبقى حلاوة معنا. وإذا بقي حلاوة لا حرج إن شاء الله في ذلك، لا حرج في ذلك. معنا محمد الجراسي. من أين يا محمد؟ من صنعاء. من صنعاء، تفضل. سأل اسمع. اتفضل الشيخ معاك. بعض الناس يبيع البضاعة بضعفها بالتوحيد، هذا يدخل في الربا ولا لا؟ بضعفها بالتقسيط. تقسيط. أيوة، يدخل في الربا ولا كيف؟ وضح السؤال يا شيخ. واضح. تفضل. نعم، هو يسأل عن بيع التقسيط، يعني يبيع البضاعة بضعف المبلغ بالتقسيط. يعني بمعنى أنه يبيع السلعة هذه إن كان عاجلا فبخمسة ألف ريال مثلا، وإن كان معجلا بالتقسيط بعشرة ألف، فبعشرة ألف مثلا أو بثمانية أو بغض النظر، المهم أنه يكون زيادة في الثمن لأجل الأجل، وهذه إذا استقر الثمن على هذا على الأجل، لأنه قد يقول له البائع إن كان إلى أجل فبكذا وإن كان معجلا فبكذا، وإذا لم يستقر الثمن على إحداهما لا يجوز هذا، يكون فيه غرر في الثمن، والغرر في الثمن يعني كالغرر في السلعة. وأما إذا اتفق على أنه بيع آجل بزيادة في الثمن يقسط على أقساط بحسب الأشهر أو السنوات، أو يدفع دفعة واحدة في زمن معين مثلا، فهذا جائز وليس لا يدخل في باب الربا، لا يدخل في باب الربا. جزاك الله خير. فضل إبراهيم من صنعاء، تفضل يا فضل. انقطع الخط. محمد المداني المراني، تفضل يا محمد. أنا أخي جامع من باب جاي. نعم جامع. أيوة المراني. اسمعني من الهاتف. أنا أخي جامع من باب جاي، في الهاتف إلى جامع الأصل. محمد اسمعني من الهاتف، وضع سؤالك من غير تقطع لو سمحت حتى نتمكن من الإجابة عليه، لا تسمعني من التلفزيون. أيوة نعم. تتأخر. طيب نخرج إلى فاصل. مشاهدين الكرام، سنخرج إلى فاصل ثم نجيب على سؤال محمد المراني، ونستقبل أيضا أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله عز وجل عبر برنامج الفقه يا معن. نخرج إلى فاصل. الفقه يا معن. مع
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في برنامج الفقه يمن، نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم باذن الله تعالى عبر الارقام التي ستظهر على الشاشه تباعا. ويتفضل بالاجابه على اسئلتكم فضيله الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد الحاشدي، عضو هيئه علماء اليمن، عضو رابطه علماء المسلمين، استاذ الحديث وعلومه بجامعه الايمان. نستقبل اتصال. من معنا؟ من معنا؟ اسمك الكريم؟ عبد الله هادي حسين الصوتي. عبد الله هادي حسين الصوتي. عبد الله هادي، من اين يا عبد الله؟ ها؟ من اين؟ من حضرة عمراء. من عمران، تفضل بسؤالك. ها؟ تفضل بالسؤال. الله. الشيخ معك، تفضل بالسؤال. يلا هذا هو البرنامج والسؤال هذا. ايوه ضع السؤال يا عبد الله. كيف؟ انت في برنامج الفقه يمن، تفضل بسؤالك. انا سؤال لكن هذا هو البرنامج حق عفوا في خلط، وهذا سنحل المشكله ان شاء الله هذه الليله. تفضل سؤال متصل اخر. طيب يعني محمد المراني من صنعاء كان يسأل على أن هناك مسجد في حيهم مكون من دورين، الدور الأعلى والدور الأسفل، يبدو أنه ذكر أن الدور الأسفل للنساء والدور الأعلى للرجال، وذكر بأن هناك من، هل يصح أن يتأخر أم يتقدم؟ هذا ما فهمناه. نعم، اللي فهمته أنه يسأل هل يجوز أن يتقدم المأمومون أو المأمومات على الإمام؟ الجواب أنه لا يجوز، الأصل أن الإمام يكون متقدما على المأمومين، فيمكن مثلا إذا كان إحدى الطابق الأسفل مثلا متقدم على الطابق الثاني اللي يكون فيه الإمام، أو العكس يتأخر الإمام، لابد أن يتأخر يعني أو يتأخر المأمومون أو المأمومات بحيث يكونوا خلف الإمام، ولا بد من هذا. هذا طبعا في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار فيجوز. في حالة الاضطرار لو فرضنا لم يتسع المكان، فيمكن أن يصلي المأمومون محاذي الإمام أو قبله للضرورة، الضرورة لها حكمها. أما في حالة الاختيار فالأصل أن المأمومين لا يجوز أن يتقدموا على الإمام. نعم. معنا فكري محمد من إب، تفضل يا فكري. فكري تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنت أسأل الشيخ يعني في واحدة متوفية مثلا في معدة هب. أيوة. يعني يجوز أن تزكي عليه الرجل. لديها ذهب؟ لديها ذهب وليس ملبوس يعني، وعندها توفية. أيوة. انتهى الحكم هنا. هل تزكي عليها؟ نعم. لديها ورثة؟ ورثة موجود. موجودين. طيب. علي الأسدي من ذمار، تفضل يا علي. ألو. أيوة علي. والله يعني بنشاهد إيش في التلفاز. نعم. أيوة. تسلم يا أخي، أنا أقول أسألك أيوة. اتفضل ضع سؤالك يا أخي. الشيخ هذا أنا أسأله بالله أني أفتي بحقه وأستشفى هذا الفتاوي، قالتكم الله. ما هي الفتوى التي تريد أن تتكلم عليها يا عبد علي؟ يا علي. يا علي. يا علي. يا علي. يا علي. ماذا تريد أن تستفتي؟ هل أنت، هل تريد أن تفتي أم تستفتي؟ هل تريد أن تفتي أم تستفتي يا علي؟ طيب ناخذ متصل آخر. يبدو أن علي تحدث عن يعني اشتباك النجوم ونحوها، هذا مما يثير البعض. تفضل اتصل آخر. ريهام من الحديدة، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا ريهام. كل عام أنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. هل يجوز صلاة السنة حق الفجر قبل الأذان؟ سنة الفجر قبل أذان الفجر. أيوة. والسؤال الثاني، كم يكون فاصل بين العمرة والعمرة الثانية؟ أريد أن أفعل عمرة نفغ يعني قد ماتوا. طيب. والسؤال الثالث. نعم. مثلا المرأة إذا ذهبت إلى يلملم لتحرم إلى العمرة، تمام؟ وتقوم بتمشيط شعرها أم لا تقوم بتمشيطه؟
لتحرم في العمرة من يلملم. طيب شكرا. معنا عبد الله مقبل من صنعاء. تفضل يا عبد الله. يا اخي انا يا اخي فرج اسمه صيام شهرين او 60 مسكين. ايوه اذا بده يسافر سمديها كم حد يعني يحددوا لي سمديها. ما هي الكفارة هسه؟ كفارة ماذا؟ ها؟ كفارة ماذا؟ يا اخي صيام شهرين او 60 مسكين. لا لا ما هي الكفارة؟ هذه كفارة ماذا؟ كفارة جماع ام كفارة قتل؟ ايوه كفارة جماع. تريد تحديدها ب ب بقمح او مال او نحوه؟ ايوه. طيب نجيب على الاسئله. فكري محمد من ابي يا شيخ يسال عن واحد او امراه متوفيه ولديها ذهب، يسال هل يزكي على هذا الذهب الذي تركته؟ يعني هو الان ذهب ليس حليا، ليس ملبوسا يقول. غير ملبوس. وصاحبته قد توفيت وتركته لورثتها. نعم. فالواجب ان يقسم هذا الذهب على الورثه. فاذا يعني بلغ لكل واحد منهم نصاب او لبعضهم نصاب وحال عليه الحول ففيه زكاه. اما في وضعه الحالي قبل القسمه فلا لا يزكى. هو حق للورثة. هو حق للورثة لأن انتقل من ملك المتوفاة إلى ملك الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، وبالتالي لا بد أن يقسم. وإذا كان لكل واحد منهم أو لبعضهم نصاب منه أو هو مع غيره من المال ليكون له مال آخر يكون نصابا فيزكى عليه عند حلول حوله. ريهام من الحديدة يا شيخ تسأل هل يجوز صلاة سنة الفجر قبل الأذان؟ لا، سنة الفجر لا تصلى إلا بعد الأذان ولا تصلى قبل الأذان. وتسأل أيضا عن كم فاصل بين العمرة وبين العمرة الثانية. يعني اللي فهمت أنها ستذهب عمرة ستعتمر لنفسها ثم تريد أن تعتمر لغيرها من المتوفين، فهل يشترط فاصل معين بين هذه العمرة؟ الجواب لا يشترط، يعني يمكن أن تعتمر اليوم لنفسها وتعتمر غدا أو في نفس اليوم إذا دعت الحاجة لذلك، أنها ستغادر مثلا أو مستعجلة يمكن أن تعتمر في نفس اليوم عن نفسها وتعتمر في نفس اليوم عن غيرها. وإنما لابد أن تخرج إلى الحل، تخرج إلى الحل إلى التنعيم أو غيره من أماكن الحل فتلبي بالعمرة عن وتحرم وتلبي بالعمرة عن ذلك الشخص المتوفى. المرأة إذا ذهبت إلى يلملم، هي أيضا تسأل أنها المرأة إذا ذهبت إلى يلملم لتحرم يعني هل تمشط شعرها؟ أي إذا وصلت الميقات ما الذي ينبغي لها أن تفعل؟ يستحب لها أن تغتسل وتمتشط، تغتسل وتمتشط قبل الإحرام قبل أن تحرم، تغتسل وتمتشط ثم تحرم ثم تلبي بالعمرة. أما بعد الإحرام بالعمرة فلا يجوز أن تمتشط. عبد الله مقبل من صنعاء كان يسأل أن عليه كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام، يريد تحديد لا. الإطعام. أي أنا فهمت أنها كفارة جماع ولذلك نعم. سألت نعم. كفارة الجماع أولا عليه صيام شهرين ولا يعدل إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام، يعني ليس مخيرا بين الصيام أو الإطعام. فإذا عجز عن الصيام لا يقدر أن يصوم شهرين متتابعين لسبب أو لآخر فحينئذ يعدل إلى الإطعام، يطعم عن يعني يطعم 60 مسكينا لكل مسكين صاع من طعام، صاع من طعام. وإذا أراد تقديره بالنقود مثلاً. بالكيلو 2 كيلو ونصف كيلو من الطعام 2 كيلو ونصف نعم من البر أو من الأرز أو وإذا أراد تقديره بالنقود فتقريبا 500 ريال لكل مسكين، 400 إلى 500 بالاحتياط لكل مسكين. 500 يعني ممكن تطلع قرابة 30 ألف. 30 ألف على 60 2 كيلو ونصف تقريبا 150 كيلو جرام، 150 كيلو جرام من القمح أو من الأرز. نعم. يوزعها على 60 مسكين. معنا زكريا أحمد من عمران. تفضل يا زكريا. تفضل يا زكريا. الو. ايوه نعم معك برنامج الفقه يمان، تفضل اذا في معك سؤال. وقلنا عن سحر وقلنا هذاك ما بيصلي فهل يصح كاميرا؟ قمت للسحور وماذا؟ قلت يا قلت نعم؟ انا قلت كمان فتح صيامنا
وضح السؤال. لا لم يفتهم السؤال يا زكريا. قمت للسحور وبعد ذلك وهو بيأذن قد هو يأذن قد كمل الأذان أو في بداية الأذان؟ لا لا قد كمل. طيب تسمع الجواب. عندك كهرباء أم تريد أن تسمع عبر الهاتف؟ ما فيش كهرباء؟ ما فيش. تفضل يا شيخ. طبعا هو استيقظ وقد أذن المؤذن أو انتهى من الأذان. نعم. ففي نيته قد بيت الصيام من الليل فيصوم، لكن لا يجوز له أن يأكل بعد أذان المؤذن، لا يجوز له أن يأكل، ولكن ما دام قد بيت الصيام من الليل فصيامه صحيح ولو لم يتسحر، لأن السحور سنة من سنن الصيام وليس شرطا من شروطه. لا هو أكل بعد ظنا أكل بعد الأذان. نعم. إذا كان أكل بعد الأذان وهو يعلم أن المؤذن قد أذن فصيامه غير صحيح، لا يجوز له أن يأكل، وإذا حصل هذا فعليه القضاء، فعليه قضاء. إذا كان أكل أنا فهمت أنه لم يأكل، أما إذا كان أكل فلا، فيجب عليه القضاء. أما إذا استيقظ من النوم وهو لا يدري هل قد أذن أم لم يؤذن فأكل ظانا أن المؤذن لم يؤذن، فليصوم وصيامه صحيح ولو كان إذا لم يتبين له. لم يتبين. إذا تبين له بعد ذلك أنه إذا تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد الأذان، بعد الأذان فصيامه صحيح، صيامه صحيح ما دام أنه لم يتعمد الأكل بعد الأذان. بمعنى هو الآن لما استيقظه بين حالتين، إما أن يعلم أن المؤذن قد أذن، هو لم يكن يعلم، لم يكن يعلم. نعم. إذا لم يكن يعلم وظن بقاء الليل. نعم. فأكل ثم تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر. نعم. فليصوم صيامه صحيح. لأنه في حكم المخطئ، يعني من أكل أو شرب ناسيا في حكم الناس والمخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ومثل ذلك ما لو أفطر إنسان ظانا أن الشمس قد غربت، غروب الشمس، ثم تبين له أنه الشمس لم تغرب، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. جزاك الله خير. محمد، أم محمد من صنعاء، تفضلي يا أم محمد. طيب متصل آخر. من معنا؟ طيب شيخ سائل يسأل عن حكم تنقل الإنسان في صلاة التراويح من جامع إلى جامع آخر بحثا عن الأصوات الندية، ما حكمه؟ والله هو ورد حديث في هذا عن النهي عن تتبع المساجد، ولكنه حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما دام أنه لم يصح النهي عن ذلك فالأصل الجواز، يعني الأصل أنه يجوز. نعم. طيب ناخذ أبو يعقوب من ريمة، تفضل يا أبو يعقوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين أسأل الشيخ لو سمحت. الشيخ معك، تفضل بالسؤال. أخي الكريم، يعني هل السلام، اسمعني من الهاتف يا أبو يعقوب وضع سؤالك مباشرة. يا أبو يعقوب ضع سؤالك مباشرة، لا تستمع. نعم. إلى التلفزيون. نعم شكرا. إذن يا شيخ الذي هذا يفطر قبل الأذان، يعني أذان صنعاء مثلا، يعني أذان صنعاء اللي قال لا أكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني هل يأكل واحد بعد تفضل التلفزيون هذا أبو يعقوب. نعم معك معك. كم أكمل سؤالك لو سمحت. بعض جوامع في صنعاء يأذنوا قبل أذان. وضح السؤال، يعني هل يفطر على الأذان أو على إذاعة صنعاء؟ وطي وطي يا بنت. طيب الثاني. الثاني مثلا الدعاء للوالد، يعني الميت، يعني الميت الدعاء له هل يجزئ أو الصدقة وإيش الأعمال الصالحة يعني؟ طيب تسمع الجواب يا أبو يعقوب إن شاء الله. الله يبارك فيك. معنا على من أين؟ من الحديدة، تفضل يا علاء. نحن من مديرية اللحية نفطر على أي أذان، الحديدة أم صنعاء أم حجة؟ مديرية ماذا؟ اللحية. اللحية هي أقرب إلى متى إلى أين؟ إلى الحديدة نفطر على أي أذان، هي أقرب هي أم حجة؟ هي أقرب إلى الحديدة أم أقرب إلى حجة أم أقرب إلى صنعاء؟
عندنا شيء خلاص يعني. أنتم أقرب إلى أي محافظة يا علاء؟ إلى الحديدة. أقرب إلى الحديدة. طيب مديرة الحية. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. يلا. أبو يعقوب من ريمة يسأل عن الذي يفطر قبل يعني كان سؤاله الذي يفطر قبل الأذان صنعاء وقد تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما قال، أو يسأل هل يفطر من الإذاعة أم من المسجد المجاور لحي. إذا كان هو في صنعاء يفطر على أذان صنعاء، وإذا كان في الإذاعة. ريمة يفطر على أذان ريمة، يعني في وقت قد يكون هناك فارق في التوقيت بين صنعاء وريمة. تمام. لكن إذا كان في صنعاء، أنا اللي فهمته أنه هو في صنعاء وفي ناس بيتأخروا أو بيتقدموا عن أذان صنعاء اللي هو في الإذاعة، كأنه في فرق بين أذان الإذاعة وأذان المسجد. بعض المساجد يعني بعض المساجد فعلا هنا في صنعاء يقدموا ثلاث دقائق أو نحوها أو يؤخروا وربما يؤخروا. تمام. الذي أرى في هذا أنه يجب على الناس أن يلتزموا بأذان إذاعة صنعاء، لأنهم يؤذنون في الوقت. صحيح قد يكون يتأخرون دقيقتين أو نحو ذلك على سبيل الاحتياط، وهذا لا يقتضي أن الناس يفطرون قبل الأذان. يعني في صنعاء ينبغي أن يتقيدوا لأهل صنعاء، أما إذا كانوا في مناطق أخرى فكل منطقة لها توقيتها، قد تختلف يعني المنطقة عن صنعاء بدقيقة دقيقتين قبل أو بعد. لكن نحن نتكلم على من كان في صنعاء، لا أرى أنه للإنسان أن يفطر قبل أذان إذاعة صنعاء ويعني أذان الجامع الكبير في صنعاء، وإن كانوا في رأيي يتأخرون قليلا، لكن هذا التأخر لا يعني لا يخرج عن كونه الاحتياط في التأكد من الاحتياط المقبول، يعني الاحتياط المقبول وليس تأخرا حتى تشتبك النجوم كما يفعل البعض. فأذان إذاعة صنعاء وتلفزيون صنعاء أو الأذان الجامع الكبير إلى حد كبير يعني منضبط في أذان المغرب بالذات. أما أذان الفجر فأرى أنهم يقدمون في أذان الفجر يقدمون. لذلك يعني نحن من هنا أنادي أنه لابد من ضبط الأذان الرسمي للفجر بالذات، على ويتأكدوا من طلوع الفجر، لأني أنا أكون أحيانا خارج صنعاء وأرى الفجر أمامي والمؤذن يؤذن في صنعاء ولم أرى الفجر الصادق بعد. يسأل أيضا أبو يعقوب عن الدعاء للوالد أو الوالدين بعد موتهما، ماذا يدعو؟ نعم. أم يتصدق أم يقرأ القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة عن الميت يصل ثوابها، والدعاء للميت من ولد أو من غيره يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك يقاس هذا منصوص عليه ويقاس عليه غيره من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن. فيعني يجوز للإنسان للولد أن يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ثوابه إلى والده أو والدته المتوفين أو غيرهم من أقربائه. جزاكم الله خير يا شيخ. علاء من الحديدة بالتحديد من مديرية اللحية يسأل عن على ماذا يفطر؟ هل يفطر على أذان الحديدة أم حجة أم ماذا؟ والله هم اللحية قريبة من الساحل، يعني ليست بعيدة. أنا أعرف مديرة اللحية هي شمال الحديدة بمسافة، يعني قريبة من حرض، فقد يكون في بعض فصول السنة بينهم فارق حتى بينهم، وإن كانت الحديدة هي أقرب مدينة إليهم، قد يكون بينهم فارق في التوقيت ولو فارق يسير، فبإمكانهم أن يروا الشمس يعني عندما تغيب عن الأفق، فإذا غاب قرصها أفطروا وأذن المؤذنون في محلتهم. في اللحية أكيد هناك مؤذنون يؤذنون، إذن يعتمد مؤذن اللحية، مؤذن مديرية اللحية التي هو فيها. ومؤذن المديرية ماذا يعتمد؟ يعتمد رؤية غروب الشمس يعني. ولا يعتمد لا يعتمد أذان المحافظة هذه أو تلك، لأنه قد يكون وخصوصا في بعض فصول السنة قد يكون هناك فارق في التوقيت دقيقة إلى دقيقتين حتى بين الحديدة واللحية. يعني سائل يسأل عن امرأة يخرج منها إفرازات في نهار رمضان غير الحيض أو النفاس، هل عليها شيء؟ لا ليس عليها شيء،
هذه الإفرازات تعتبر يعني ناقضة للوضوء، عليها الغسل، ذلك يعني ما أصابه تلك الإفرازات من الجسد والثوب، وعليها الوضوء، يعتبر هذا ناقض الوضوء. أما الصوم فلا يؤثر هذا على الصوم، صومها صحيح. طيب سائل يسأل أيضا عن موضوع الزكاة، هل يجوز أن يدفع الزكاة لجمعيات خيرية مثلا تهتم في الفقراء والمساكين، أم يدفعها إلى الفقراء والمساكين مباشرة عن طريقه؟ والله هو بالنسبة للزكاة هناك الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. بالنسبة للأموال الظاهرة اللي هي الثمار والمواشي، فهذا جبايتها واجبة على الدولة، هي التي تقوم بجمع هذه الزكاة، أو تعهد الدولة إلى جهة معينة، مؤسسة معينة، بجباية تلك الزكاة وصرفها في مصارفها. بالنسبة للأموال الباطنة اللي هي النقود، والتي لا يعرف يعني الآخرون ما لدى الإنسان، كان يكون لديه نقود، فهذه يدفعها الإنسان بنفسه، ويدفعها الإنسان بنفسه، ولا يلزم أن تقوم الدولة بجبايتها، ويمكن أن يدفعها إلى جمعية خيرية موثوقة معروفة بالأمانة، وأنها تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، ويمكن أن يدفعها إلى الفقراء بنفسه، هو بالخيار بين ذلك، ويمكن ينظر ما هو الأنفع. كثيرا أيضا ما يتم السؤال عن زكاة الذهب، الذهب المرأة تريد أن تتصدى أو تزكي عن ذهبها الذي تلبسه أو الذي أيضا تدخره، كيف تصنع في هذا الموضوع؟ والله هو حلي النساء، زكاة الحلي يعني، نعم. زكاة المرأة اللي هي حلي تلبس أو معدة لللبس، لأنه بعض النساء قد يكون عندها حلي تلبسها أحيانا، نعم. وأحيانا لا تلبس، أو تلبسها في مناسبات معينة، هذا هو. فهذه الحلي فيها خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة فيها، ولكن الجمهور من العلماء يرون أنه لا زكاة في الحلي الملبوسة أو المعدة للبس، جمهور من العلماء على هذا القول. وهناك قول آخر لبعض العلماء يرون أن زكاة الحلي واجبة، طبعا إذا بلغت نصاب، نحن نقول إذا بلغت نصاب عليها الحق. والنصاب هو؟ والنصاب هو ما 85 جرام من الذهب فما فوق، إذا بلغ 85 جرام فما فوق وحال عليه الحول ففيه الزكاة عند بعض العلماء. وبعض العلماء يرون أنه لا زكاة في الحلي، لأنها ليست مالا ناميا ولا في حكم النامي، لأنها بمثابة الملابس التي تلبس والمقتنيات الشخصية، فبالتالي فلا زكاة فيها، هذا مذهب جمهور العلماء. ولو أراد الإنسان أن يأخذ بالأحوط فليأخذ بالقول الثاني، وتزكي المرأة على حليها ولو كانت حليا ملبوسة أو معدة لللبس. كلمة أخيرة شيخ قبل أن نختم، إذا أردت أن تنصح بها الإخوة الصائمين والمسلمين عموما. نعم، الذي أنصح به نفسي وإخواني المشاهدين والمشاهدات أن يستغلوا هذا الشهر المبارك، لأنه موسم عظيم من مواسم الخير، الله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم وجعل لنا محطات لنتزود فيها من الطاعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فالذي أنصح به نفسي وإخواني أن يستغل هذا الموسم وهذا الشهر المبارك، وأن يحرص الإنسان على حفظ صيامه وعلى حفظ لسانه، أنه كثير من الناس قد يتحفظ من الأكل والشرب والمفطرات المعروفة، ولكنه لا يحفظ لسانه، فيدخل في الغيبة والنميمة والسباب والشتائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يصخب، فإن الصيام جنة ووقاية بين الإنسان وبين المعاصي. فليحرص الإنسان على الحفاظ على صومه، وليحرص أن يكون صومه يعني مطابقا للسنة، يحرص على السنن، على السحور وتأخيره، وعلى الإفطار وتقديمه بعد التحقق من غروب الشمس، وغير ذلك من السنن المرعية التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم. جزاكم الله خير. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحاشدي، عضو هيئة علماء اليمن، عضو رابطة علماء المسلمين، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الإيمان. شكرا جزيلا وجزاك الله خير. شكر الله لكم وللإخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. كما أشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا واتصلوا بنا عبر هاتف البرنامج. نعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم نظرا لازدحام الخطوط. أيضا نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله عز وجل غدا في نفس الموعد الرابع عصرا بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين
استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقه يا ما الفقه يا ما